أنا عابر، عبد الرحمن عابر، من وين أنت؟ أنا من مصر. أهلا فيك. أنا عندي 15 سنة وعابر لنور الرب يسوع المسيح. مش قادر أوصف الحاجات، المشاعر اللي جوايا من المحبة والعاطفة للرب يسوع. الرب يسوع هو هو كل حاجة. يعني أنا دلوقتي هو أكتر حاجة في حياتي أنا بحبها، هو نور ليا. مش قادر، مهما عبرت مش هقدر أوصل للمعنى اللي أنا عايز. عبد الرحمن محمد، صوتك ورجفة صوتك وعاطفتك للرب يسوع وصلتني ووصلت أكيد للكل. أنت جاهز للاضطهاد؟ مصر الأقباط عم تحرق بيوتهم وكنائسهم ويقتلوا ويطعنوا، والنسوان عم ينشد شعرهم لأنهم بدون طرح ماشيين، ويتعرضوا للاضطهاد بدولتهم اللي هي مصر، اللي هي أساسا للأقباط كانت، من قبل مسلمين عاملين حالهم بيعرفوا درب الجنة، فبيقتلوا الناس على أساس ليوصلوهم للجنة. فهل أنت جاهز بهذا العمر الصغير أنك تكون مع الفئة الأضعف بمصر؟ طبعا كله عشان الرب يسوع. يا حبيبي أنت، يا حبيبي، ربنا يبارك نفسي حياتك. ألبس صليب وأنزل في الشارع قدام الناس كلها، بس مش عارف. المهم فخرنا الصليب ونلبس المسيح روحيا. لبس الصليب كقطعة خشب أو قطعة بصدرنا، يعني حلوة كتير الأمور الجسدية. المهم أنك أنت تلبس المسيح من جوا. أما كيف ربنا رح ينقلك سواء ببلدك يعطيك فرصة، ما منعرف، ربنا قادر يغير قوانين بلد بأكملها كرمال شخص واحد لإله، أو بيأمن لك تسافر برا هالبلدان كلها، لأنه الواضح إنه هي البلدان تسلمت للشياطين. ما بنعرف نحن شو ربنا بيرتب، أوكي؟ ولكن وبوقتها بيقول لك أوكي، وطلع بالقول وبالفعل مجدني بالشكل وبصليب بصدرك وباسم الرب يسوع المسيح. عبد الرحمن محمد، تطلع معي بأقرب وقت، سنة سنتين، ما بنعرف، ربنا يعطينا عمر، وشوفك بالصوت والصورة وحاطط صليب وتقول لي صرت مسيحي. بدي اطلب منك شغله، آمين. حاليا عمرك 15 سنه، انت بالايمان كبير وبالايمان بتخجل المسيحيين كتار، وانت بطل حقيقي بالرب، بس بالعمر بعدك صغير، لساتك هذا يعتبر سن المراهقه، وبشكر ربنا انه عم يتعامل مع الناس بهذا السن مثل ما الشيطان عم يتعامل بهذا السن يسرق الاولاد للهلاك. بس يصير عمرك 18 سنه، فوت خبرني على الخاص لبلش تلمزك وابعتك تتعمد بكل الدول، بسوريا وبمصر وحتى بالسعودية. ما في دولة ربنا ترك حاله فيها بدون شاهد على الأقل وبدون خادم على الأقل يعمد أولاده. وبتتعمد باسم الرب يسوع المسيح وبتخلص باسم الرب يسوع المسيح، وربنا يثبتك على الإيمان الحلو، وإبليس مكسورة إيده عنك ما يقدر يرجع ياخدك، واضطهاده يكون مجرد فقاعات بحياتك وهمية، ولا شيء منه يمسك ولا يمس جسدك ولا نفسك ولا روحك للأبد لوقت مجيء الرب. أهلا فيك يا محمد، بدك تقول شيء تاني؟ آمين آمين. أنا بعتبر حضرتك زي أمي، إن حضرتك كلماتك أثرت فيا جدا، وإنتي اللي وصلتي لي المسيح. يا حبيبي، ربنا يبارك حياتك، وانتو فعلا ولادي بالرب، انتو فعلا اخواتي وولادي بالرب. يعني لساتني بالثلاثينات، بس ربنا عطاني في ناس اكبر مني بالعمر وبيشوفوني ام لهم طبعا بالروح، هو لانه بيحسوا انه قدرت اعطيهم
خلينا نقول الطعام الحقيقي اللي طالعون من فترة اللبن اللي مبلشين فيها، وهذا المجد لربنا. أنا مثلي مثلكم ضعيفة وبلا حكمة وذاكرتي قصيرة، ولولا مجد ربنا علي ولا كان ممكن أعمل شيء. بدي أتشكرك، ربنا يكمل معك وينجحك وتكون لإله ابن وتكون لإله من مختاري باسم الرب يسوع المسيح. هلا فيك يا عبد الرحمن، آمين آمين. ربنا يكون معك. سلام المسيح يا حبيبي، سلام المسيح. حبيبي وحبيب يسوع انت على فكرة. وانتي كمان. ربنا يبارك حياتك، باي. باي.